لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ولا يجيب لا ويا الغير راعي عوض على مكسب الطلات متود راس يطول السحاب وشعس مجود ما يشكي الضيم رجل الربع زود ولا يجيب عوض على مكسب الطلات متعود راس يطول السحاب وشعس مجود هذا المقام المعتبر هذا النجاح ليلة عمر تهرج بها العالم سنة يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يجيب الحقايق الزايد يكسب الامداح يا طيبه الشعر والملعب والعز والهيب صف من سليم كفو صف العتيبة لا يجيب الزايد يراعي الامداح يا طيبة الشعر والملعب والعز والهيب صرم من سليم كفو صف العتيبة نور الحافل هذا مثل نور الصبح فالليل كأن الشمس ما غابت عنه يا لا 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 يا لا 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 ولا يجيب على وعي الغير راعيها الزايد مستوى عن العرب زايد محقق المنجزات مطوع الكايد عايش على الأرض واسمه للفضا رايد ولا يجيب له سند على العتبان وبشر بالفلاح يحولون المستحيل ممكنة يا لا 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 يا لا 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 النار ما تحرق الا ابن حريبيش شيخ كفو للشيخه والزايد ما حد جهل تواريخه والما قف الذرب ربعي هم طانيخه والنار ابن حريبيش شيخ كفو للشيخه والزايد ما حد جاهل تواريخه حنا عتيبة للفخر نلبس وشاح
وافعالنا دايم حديث الألسنة. يا لا 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 يا لا 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 صحيح ما لا المواقف غير راعية الزايد زايد باسمه وبفعوله اسم ما حد حوله وفعل ما حد حوله أقول هذا الكلام وكل يقوله صحيح ما لا الزايد زايد باسمه وبفعوله اسمه ما حد حوله وفعل ما حد حوله أقول هذا الكلام وكل يقوله اللي نعد في مواقف ناسلة يا جعل ما الله يخلي يعتب منه يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا صحيح ما لا المواقف غير راه اللي هذا حافله وهذه مواقفه نوم سعتيبه وشرفنا بتشريفه نعيش ونموت ما نجحد معارفة صحيح ما اللي هذا حافله وهذه مواقفه نوم سعتيبه وشرفنا بتشريفه أبو وليد أصفى من العد القرح هذه مواقفه وهذا ديدنه يعطيكم العافية الله يبيض وجيكم